تستمر حالة الفوضى التي تعيشها الدوائر الحكومية في العراق، حيث رصد أحد المواطنين خلو دائرة الخزينة بمحافظة ميسان من الموظفين، ومواطن يشكو من الحال خلال مراجعته للدائرة. يعني أنت مدير الخزينة طلع شوف العالم بس الموظفين بس الساعه جاي يجون يقول بالاربعة الصبح احنا الناس ما وصلت قاعد الموظف تفتح الباب الساعه بالتسعة ويطلع الساعه بالوحدة ونص يعني هاي العالم هذا سجين وهذا شهيد شنو ذنبه يعني ما عندك الاحترام بس ماكو شي وظيفه يطب التسعة ويطلع الساعه ب 12 بالوحدة خلي 3 ايام مدير الخزينه موظفين اثنين ما يصير هذا الشيء ما في نظام لا في احترام لا في مي بارد لا في شمس هاي العالم يعني يوميا تيجي من الصبح تنتهي الساعه 12 ما يصير اكو مسؤول يجي شاف هاي العالم يعني حتى وصلت البارحه وحده رجلها انكسرت ان شاء الله نوصل الصوت هذا ويوصل صوتك ان شاء الله المسؤولين بين المراجع وبين الحمايه يقول والله انا ما لي علاقه شو منو لي علاقه قلت اجبر الباب واطوف اللي ما صير يعني اظل انا شايل زمان يوم جاي من الصبح انت موظف وطالب اجازه؟ انا موظف وطالب صار 5 ايام اجازه يوميا من الصبح للثنتين ما يصير هذا الحكي